استكمل مع بعض استراتيجيات الضرب. اتفضلي يا مايا. عايزه اوجد ناتج 3 في نقط بيساوي 12 باستخدام استراتيجيه الجزء من الكل. هعمل دايره على ال 12. على يا مايا. هعمل دايره على ال 12. الكل عندي كام يا مايا؟ 12. جميل. هقسمها لثلاث مجموعات. متقسمه ثلاث مجموعات، ليه ثلاث مجموعات بالذات يا مايا؟ عشان هنا بيقول لي ثلاثة. ثلاثة، جميل، الجزء ثلاثة، أحسنتي. هنقسم واحدة وهبدأ أوزع. جميل. طب نجرب كده الثلاثة، ثلاث مجموعات، كل مجموعة فيها ثلاثة، يبقى الثلاثة في ثلاثة بتسعة، يبقى كده مش مظبوط، احنا عايزين 12، يبقى نزود كمان يا مايا، ها؟ جميل. احسبي بقى كده كام؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. الناتج أربعة. أحسنتي، يبقى ثلاثة في أربعة بتساوي كام؟ 12. اتفضلي يا مايا.